أرجعك يا سيما الدعوي كيكين ضرب بعينك على الطريق كما افتكرت ترى 50 سنة فالبيدي البيدي كيغلي من سنات أم بذان وأم بصل وأم بيبل وأم عشاء خانم وأم كما العرس لما بقى تاندر من وين أسطول مطرة إنسان مطرة المرحوم مختار قتل الدرم كفي 25 بيت بعد هو زين قتل راح أقرع شموز ديك سور ما قينا بيتين في كفي يرلي تبدو تلسقان كان قال ميكا تشيلر وبعد يوم اللي حب أو كنام الصبح قالوا والله قتلوا واحد من الصوت واحد من الأربعة كانوا جد الناس اللي حكومهم كانت يخلصون فعلا كان يعني سبب فابريقة هزيوني في الفيعة يعني هوني في بلقتنا اكل اختير على دينا اكل فابريقة ايش بيش ضاد بي فابريقة يخطب ولا وزاطا انا اكل اخت عائلته سبب بيوش عارف فابريقة كاملة هي ماكينات وشراب اللي في الدبوات والشلال مش حالين ده كله عرفته وطلعوا من الفيعة صار طالان شريفية كفر وصار طالان وماكينات طالان وطموطي كلها تطلق وصاروا وردها حالين ده يعني هو كان بقى يعني قشطة المرحوم كيف فعال الإنسان كان شغال كان كيشتغل كيحب في عدوز كيقل يعني في عدوز في الحياة مدركة كيقل في عوين اللي بقوا كيقل لا تقوم يعني بنت كن بعد ان قتل ضطع من البيعة ألف وسبع تشوف معي أحسن إنسان في بيعتنا قتلوه مني ضرور ديو لا ما يعني بزي قولة فايني مشغول ألا من تكون مني من خلوه لا أعطوله شغل بشي زطن بعد قتل اللي قدرك المختار مرحوم من الزراحة هناك الوقت الثاني الدنجر روسي وما فيه زطن عبدتنا اللي يجي الدنجر روسي من دير زعفران يجي من هنا كيف الثاني كم نعقل كارتين فافي انساء عبادة باكي الوالي ونقل المقام هي كبيرة يعني هي كبيرة كافية 50 واحد جول بيعة قال المقام قال مختارية بابا زيوق لازم سيان قال المقام بشوان كده ما بابا زوارنا ايمان بابا زيمان بلم بذابي بابا دائما مو سنين قبل بندل وعلى جدي مخسر اخر يدفع والله زوجة ما تواردي عباد النون سياسة يعني بيعلو وزاطة مو يعني مو مساعد من زيادة العباد إلا باقة من هنا ساجة رستورة سارو مقبطين يعني مخسر لا يخرب كليسة مز بين يديوز بيشنا قدر ضيانيوش كاتوليك كليسة مز ده 500 لغتر بروتستانت كليسة مز 150 لغتر أنا ساجة أنا ضفعة قوقشة مساحة افتح الشبابيك والباب تاع كتاب ليس يرتبي فيه لا تخرب يعني انت بالخير ذاك الله قالينا الله حط عيدنا وين نعيد ساعني زطنا في الصوم نحن بيننا زطنا في عيدنا 4 عيدات نعيش نحن وكنا بسلام يعني هنا نهزروا العيد نحن زيجون عيدنا قلت طيب السلام يعني. عزيز باشر ايه ايه ترفع الشيخ يا ابو عزيز لك خلتني اصلي كده انا شكيت انت غير ما سبقت الدور ده بس بص على بقى كان مو يريد لك شيء قال له شيك انت ارفع لك انت شايفني وانت انا ما عندي ولك انا لك ما كذا ايه وين كباك بك يا تعبت صاحبي والله عمي والله رزاني هيدي بخاطرك هيدي الله يكون معك صاحبي يلا هيدي قريب البيعة كيك نجو فتحوا حلو كاتبين هويت السلامي انقيحوا بزخان خشبي مورف مخربة الصوت مورش عليك وعلى الولاد وعلى خيتي وعلى دونا مغرب الولاد
Benim şeker alalım. Tamam. Bu yumurtayı sana veriyorum. Oynayacaksın. Tamam. İçeride, tamam mı? Tamam. Ver. Ha. Oynayalım. Ver. Kim var? Çevir, çevir. Daha var. Oyna. Kadın, onun yumurta, tavuğun yumurtaları çok sertlik, tacibi. Gidip ona 50 tane yumurta götürüyorduk, bir tane yumurta veriyorduk. Bize. Ben bitiriyorum, zaten bitiyorum. Ondan sonra biliyorsun. He? 100, 200 tane şey yumurta, 1000 tane yumurtaya kadar çıkıyordu. Çok bak, değil mi bu? Ya millet çok idi. Bütün köyler var ya, bu köyler. Sonra o Ömer'i ediyorlar. O köylerden, sağolun o köylerden hepsi buraya geliyorlardı bayramda. Çok güzel oluyordu. Ben yokken. Gerçek oluyor. Sonra daha neyde babam doğmamıştı daha. Biliyorum. He işte öyle, çok güzeldi. Bayram hayvanlar kesiyorlardı. Ya ne? Artık ne yapıyorlar? Kimse yok ki hayvan değil mi? Ben ayıydım. Onu bize erge fidu diye çıkarırtan. Onu bize erge fidu karırtan. Bay bay. Yürü hanım. Sıtır ben kalktım. Göğe çarpmışlıklarda 70'lerde başladı. O dönem işte Almanya işçi alıyordu. Oradan bayağı bir göç verdik. Ondan sonra yoğunluk İsveç'e oldu. Yani şu an daha çok İsveç'te vatandaşlarımız yaşıyor. Vietnam kabla falket yani kekanlar ki kabla nezdi zaten kafi yani miten famit beyt kafi dikekin kafi kahve kamaşan yani lama yisire ki filliçe nuhara yagi mesela pazar veya şey mühim yani yönel şah bir olana ki mukabele zemine gidiyet. Yani ziyaret, gezulun ziyaret, özellikle hani derviyeh mesela. Fir mübarek econi zorun yani. Bilmiyyat kecun. Müslüm, Mesihi, Arabi, Kürt, Süryani, Mutfak. Kül kez kez tılağlı izorun. Bakın nahi o grup. Ma bakan na kime. Ama Asya kurban al vatan. Asya kurban al arif. Esveyd rahna tentim عندu khutna, khuy. لك الحقيقة فادتنا ما انقبلت. رحتوا على لبنان تميتوا 10 سنين وبعدين صار حرب. تمينا 5 سنين زي في الحرب وبعدين الحالة صارت تعيسة ما كبقى واحد يرتاح. لا بقت علينا فارغة فينا 4 عائلات يرلية فينا 20 عائلة كلها غربني يوم اللي يانا عنا أما مع الأسف الحياة مع بيهد مع أهله ومع ولده ومع بعض كتبه Türkiye Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener, tam sizde esnafın doğduğunu belirtti. Vardı yani. Çocuklar birisi oradadır, anasının yanındadır. 2 tane de Amerika'dadır. Kaptır bir tükemezdi. Belki bu acar vakti. Söyle böyle kayarımlar var. Herkese tümerler kupalar var. Tam sıkı var. لا تقولي ما بيدو كرر لقيته على 16 17 سنة كتقيل والله هذا قاتل يعني 20 سنة لقيته وخربت شغل بيتو ولادي كانت جاوا عندي قالوا تنجوا بعد ما جاوا ايش عرفوا وما قلنا لخلكي وما رجعت رحت وانا زي واحد مني كاي دوك
Ali Nuhut gibi. Gelsin gel. Gel ulan. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel. Gel ulan. Gel ulan. Gel gel. Buraya bakıyorsun. Gel bakalım gel. Gel. ربيتو مع كفلي مع أخوي مع نسوان أخوي وساعة أري روحي ياجي واختي ماتت وبقيت وحدي يعني كما أشان تقليلي عن قودي انقطع من السجرة كما بعضنا أشهر إن شاء الله ربي يسان İsveç'te 800 aile var. İsveç'te. Amerika'da 300 aile var. Bırak Almanya'yı, Hollanda, Belçika, Melek, Darbe, İdika topla. Alelin nokudu doldurdu ve bir kaya atın her birisi bize gitti. İdika topla. Bilet ne? Lika febinin, hamd bilet. Evet. Ve hedef Avustralya'yı, bu sabah ve İsveç ne? İbrahim, ey. Ey İbn-Nevi, ey İbn-Nevi ve İbn-Nevi. وكل لنا ثمانية ولك طب أولادنا وقرايبنا وكل أولادنا وهمنا مرينا أنا عشان سيقول يا بتاعك الموج يوم غبنا مني وموروح حق القرآن موروح إيه هون تموت حتى منهم ما فيه ترى أراك يا أختي أرى أختي أرى أمي أرى أخوي أرى بلاقينا أرى ابني ابني عمره كمان 52 سنة الكبير 52 سنة الكبير وقت يجي تيجي قطع هو أخته وأخوه كله قطع في جون. بعد قبل 40 سنة لما كان تعرف عباد الصلاة كان قرن نص جماعة في الصالون. كان في المكتب 360 بلد مربيعة. تسعة معلمين تسعة 360 أولادي وردي وقودة 40 سنة ونجا قارن جا يبي ما مع الأسف شو أن أمي تنور هبسي هبسي يبانجي يكشي يبسي الديالار هبسي يبانجي وده الله سلف عند هذا Türkiye'deki sayılı Süryani köylerinden bir tanesi. Geçen yıldan beri buradayım. 1,5 seneyi bitirdim. İlk geldiğimde pek fazla kimseyle de karşılaşmadım. Köyde pek fazla yaşayan olmadığı için çok nadir hani gelip gittiğim zaman da insanlarla karşılaşıyorum. Kışın zaten doğru düzgün kimseyi gördüğüm yok. Ben sana bugün 10 tane kitap vereyim. Sen yarına kadar onları oku. İlk geldiğimde Süryani öğrencilerle tanıştım. Simon'la tanıştık önce. Çok da sıcak kanlıydı. Daniela, Christina, Madlen. 5 tane Süryani öğrencimiz var. Okula gelen çocuklardan sonra hani belki bir iki çocuk daha Süryani okula gelir. Ondan sonra büyük ihtimal hani yani maalesef Süryani çocuk kalmayacak gibi. Köyün Süryani köyü olduğunu düşününce hani nereden nereye geldiğini görüyoruz. Hani sebebi nedir bilmiyoruz ama insanların doğduğu, büyüdüğü topraklardan göç edip en sonunda böyle 3-5 aileye kalması biraz kötü açıkçası. Gittiler. Evoklene cübeli kefiye şey belki 50-60 beyt. Lama kena fil ilk okul mesela kefine ekel vakt 50-60 öğrenci. Bu bağda zaten ne dedi? Rahat el vaktini yakılırken zaten merhum muhtar. الدرم كفيه 25 بيت بعد هو زين قتل راح أقرع شموز ديك سور ما قينا بيتين في كفيه أتجب الوطن شموزي يقول كيف الكتاب له وطن له إيمان وله وطن ما له إيمان لما له
جاء واحد من أمريكا راح من هون يكلم العسكر الثاني راح سخل وراح بكر وصير ما يعلو زوم ما يمطر صار عنده سبيسني جاء من أمريكا ما عنده من عمه وكان ولد عمه قالوا قاعد الصور لحد يكلوا وجيرب تدور الجبل كل مرة خاصته وأكلته وشربته وكل دوره راح الصور ابن عمه أخذ الكاروك وجيرب ودار وكله أجبل كله بقى شهر قام تروح قال يا إلهي شفتوا أرض ميلادي بعيني أرض ميلادي وصلني لبين أولادي وإكفاء وصل لك ليه ومات قال لي وصل ومات كما قال طلب الله الله أعطاه الوطن حلوة الله حلوة يروح لأمريكا يقرأ أخ وطن بلد اشتاق أحلم بلد وما في إذا حطيتيني في جنة الفردوس قالوا لبلدك لا تروح انت قل لا حطوني في بلد يخليك النار أحلم البلد ما في أنا زيك انت سكت باك